أهلاً، مع سرعة الحياة نسينا نكون واعين في أبسط تفاصيل حياتنا. الوعي بالأشياء اللي قاعد نسويها بشكل يومي يساعدنا إن احنا نحس فيها ونتذكرها وتترك بصمة في حياتنا، وعدم الوعي يخلي حياتنا تمشي بسرعة ويخلي حياتنا ما لها طعم لأن قاعد نسوي الأشياء بشكل أوتوماتيكي بدون ما نحس فيه. في هذه الأيام ومع سرعة الحياة لاحظنا أن من الأشياء اللي نفتقدها في حياتنا الوعي. الوعي بأبسط الأشياء اللي إحنا قاعدين نسويها. إش كثر مر علينا خلال اليوم نقول خذينا أدويتنا عقب الغداء ولا ما خذيناهم، سوينا هذا الشيء اللي كنا بنسويه ولا ما سويناه، لأن إحنا فاقدين للوعي. نسوي أغلب الأشياء بحياتنا عن طريق البرمجة اللي إحنا تعلمنا عليها، فإحنا حتى نسوق السيارة بدون وعي، نتكلم بالتليفون بدون وعي، كل شيء نسويه بحياتنا مع سرعة الحياة بدون وعي. عشان كذي على نهاية اليوم لما نينا بالراجع إحنا شنو سوينا، يصير عندنا صعوبة إن إحنا نتذكر الأشياء اللي إحنا سويناها. ليش؟ لأن إحنا سويناها بدون وعي. فأغلب الكتب اللي طلعت هذه الأيام قاعدة تحاول ترجعنا حق مرحلة الوعي. قبل كان الإنسان مشاقله أقل، فكان يسوي كل شيء وهو عنده وعي كامل فيه، حتى أبسط الأشياء. لما يقعد ويأكل وجبة أكل ويتغدى أو يتعشى مع أسرته، تسأله شنو تغديت؟ يذكر. الحين الأفراد لما تسأله ثاني يوم شنو كان غداك اليوم؟ يقول ما أذكر. ليش؟ لأن سوينا بدون وعي. أغلبنا تمر علينا هالأشياء بسبب سرعة الحياة. والحين الكتب الجديدة كلها قاعد تحاول ترجعنا حق الوعي. الكتاب اللي اخترت لكم اليوم هو الكتاب عملية الحضور. الكاتب مايكل براون يعني أنجز هذا الكتاب بطريقة وايد 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 حلوة. ما خلاه كتاب بس نظري وما في إلا نظريات ونظريات، لا، شرح لنا شنو هو الوعي وعطانا تمارين نسويها من خلال الكتاب عشان نفعل الوعي بحياتنا. فشنو يقول هني مايكل براون؟ يقول إن إحنا نمر في تجارب يسمونها البصمات العاطفية من أول ما نولد لما يصير عمرنا 7 سنوات. هذه البصمات العاطفية تتكرر بحياتنا كل 7 سنوات، ترد تتكرر. إذا إحنا ما كان عندنا وعي بالصدمة اللي صارت لنا، شنو هي الصدمة؟ سواء إحنا ساعات نكون ناسينها وتكون مخزنة في عقلنا الباطن، وساعات نكون إحنا متذكرينها بس نحاول نتجاهلها عشان ننسى ألمها، ننسى التعب، ننسى الشعور المؤلم اللي حسينا فيه من خلال هذه التجربة السيئة اللي مرينا فيها بالطفولة. قد يكون فقد أحد الآباء، قد يكون لا سمح الله حادث، قد يكون تعدي بالضرب. كل إنسان يمر في حوادث في طفولته وأحداث تصير له ساعات تكون صعبة وما يعرف شلون يتخلص منها. فيقول لنا في هذا الكتاب أن أنت حاول ترجع حق هذه المرحلة وتعرف شنو الصدمات اللي عقلك الباطن وعقلك الواعي مخزنهم، وحاول أن أنت تنظفهم. لأن إذا مثلا من هذه التجربة صار لك خوف، صار لك برمجة خوف، راح تصير ليه مع عمرك يمكن 50 سنة وانت ليه الحين عندك برمجات الخوف مو عارف تتخلص منهم. إذا أنت تبرمجت على الخوف بسبب الصدمة اللي صارت لك في سن 7 سنوات، معناته أنت راح تكبر وهذا راح يتكرر معاك إلى حياتك الممتدة، سواء 70 سنة، 80 سنة أو أكثر. عشان كذي لازم نعرف من وين جت برمجة سلوكياتنا من الطفولة، من وين أنا جتني هذه الصدمة وشلون صارت فيني هذه الصدمة وشلون أتخلص من الصدمة هذه. وعطانا مايكل براون في هذا الكتاب تمارين نسويها. قال إن في شيء اسمه التنفس الواعي.
التنفس الواعي إنه هو الإنسان يتنفس من الأنف، إنه هو ياخذ نفس من الأنف ويخرج النفس كذلك من الأنف حق مدة 15 دقيقة، ويكررها صباحاً ومساءً على مدة يعني طويلة، على أساس يطلع كل المخزون العاطفي اللي كان متكون عنده من أيام الطفولة. وبناء على ذلك إذا الشخص فعليا فعل هذا التمرين واستمر في هذه التجربة راح يلاقي فوائد وايد. أنا عن نفسي جربت أسوي هذا التمرين وفعليا لاحظت راحة. ساعات يكون مو بس راحة، يكون في تنظيفات. الواحد ساعات يجيله مثلا نوبة بكاء، فيقول أنا ليش يالي هذا البكي، أنا الحين ليش قاعدة أبكي بهذا الموقف، أنا الحين قاعدة أتنفس. بس يكون البكاء عبارة عن تنظيف حق صدمة من صدمات الطفولة إحنا مو متذكرينها وذاكرتنا ناسيتها، لكن عقلنا الباطن مخزنها. وأحياناً في بعض الناس لأن مو متعلمين إحنا على طريقة التنفس السليم يحسون في خدر في أطرافهم، في أصابع الإيد، في أصابع الرجل، فهذا هم معناته أن التنفس قاعد يشتغل معاكم. في بعض الأشخاص يحسون في استرخاء عميق ويحسون بالشعور أنهم قاعدين يتثاوبون وقاعدين لهم النومة ويبون ينامون عقب التمرين. هذه الأشياء كلها إذا مريتوا فيها وأنتوا قاعد تسوون التمرين لا تخافون ولا توقفون التمرين، هي كلها عبارة عن تنظيفات لما سبق ذكره من قبل من الأشياء اللي أنتم مريتوا فيها بالطفولة. فمن هذا الكتاب نتعلم أن إحنا نقدر نكون واعين بحياتنا الآن، شنو المشاعر اللي إحنا مخزنينها من الطفولة، شلون نتخلص منهم في حياتنا الآن، لأن هذيلة التجارب اللي كانت عاطفية وأثرت علينا بالطفولة ما قاعد تخدمنا وإحنا كبار، بالعكس ساعات تصير عائق. اللي تعرض للخوف وهو صغير يظل يخاف من أي تجارب جديدة، اللي تعرض للألم من تجربة صعبة يصير يخاف يبتدي بأي شيء جديد أو تجربة عاطفية أو مشروع جديد. فمن واجبنا على أنفسنا إن إحنا ننظف هذه التجارب مو بس بالوعي عن طريق قراءة الكتاب، ولكن كذلك عن طريق التنفس الواعي وعن طريق الاستمرارية في التنفس الواعي. فإحنا قلنا التمرين راح يكون التنفس مرتين باليوم، كل مرة مدتها 15 دقيقة. أتمنى بعد هذه التمارين راح تشعرون بالفرق وراح تتخلصون من بصماتكم العاطفية اللي مريتوا فيها خلال فترة الطفولة. تعلمنا من هذا الكتاب الجميل إن الواحد يكون واعي في كل مراحل حياته وفي أدق التفاصيل في يومه، وعرفنا أن التنفس راح يفرق معانا وايد إذا مارسناه بشكل يومي. طريقة التنفس اللي تناولها الكتاب طريقة وايد سهلة، هي 15 دقيقة صباحاً ومساءً. فأبيكم كلكم اليوم تبتدون في هذه الطريقة وتتخلصون من أعباء الماضي.